الدباب بس الدباب غام انا دوزا الخرم دبرف وقتل الدبابة عشان تسمى الطخنة فيش فيها حاجة ضارنا هذا الحكورة تاعتنا؟ هاي اللي عملها ابو باسل هاي كنا معن هنا هاي هذه في دار احمد دقيقة دقيقة خلينا نصور هاي دار ابو الميت هات علبة الجبن وهات خبزة هاي دار حمود منيح انها ضايلة كيف عمار بيقول لي نزلوا كل الدور اللي هناك هاي دار عدنان وهاي دار جميل فيش فيها حاجة هاي السطح سطح مين؟ تبعنا أمانة والله طلق سطحنا ولا برميل ولا خزان ولا شمسي كمان شو هذه؟ لا أنا رجع هذه دار مهند هذه مهند ومهند صنبر هيها هاي هاي هذا الفطار محمد الصاروخ مش منفجر منفجر ايش؟ تاع زنان صغير هاي زينكم محمد وين الصاروخ التاني قالوا عنه في مطبخ داري هني استنى هاي مرايا تبعتك البرميل تبعه كل رايحات البرميل دار سيبه هاي الشمس وين برميلنا؟ هاي برميل بقايا حكينا اقول هذا سقفنا؟ صدحنا يا زلمة هاي ستلاي تبعك الازرق هاي برميلنا طايح وشمس تبعنا طيب وين برميلنا الحين؟ هاي برميلكو هذا؟ لا هذا تبعك هاي برميلكو هاي هاي مرزوق هاي هذا تاع الشمسي هذا تاع الدار تاع احمد كمان هاي شكت محمد من الخارج بقول جابه مين يجيبه كم بنشر؟ عبد الله بن سمير مش بنشر هاي هذا راس الصاروخ المنفجر هاي الحارة ضرب السيب هذي ضايلة دار ماهر هذي دار ماهر هذي ضرب نهضة طلع كيف الدبابة أطار تحيير مش شوف دار التايمة ملقى من عندنا في الحارة كان خلاص مريح انه طلعنا ايام ما كان كتالون مطبخنا وين يا عبو فيش في حاجة هاي مطبخ دار سيدو يا عمو هاي هاي مطبخ هاي باب عادل هنا هذا مطبخكم؟ مطبخ دار سيدو مبين الله هاي الحارة هاي الدار فيش فيها واقفة يعني فيش فيها حاجة من السد من تحت خش نوين خلي يصور خلي يصور هذا تصوروا فيديو مش خلاص هيو خلاص نيكي؟ مليون